أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستفاد من حديث عمر أن الكافر مخاطب بأحكام الشرع ويحاسب عليها؟ ما خوطب ما دام كافرا، ما خوطب على هذا، لكن إذا أسلم، إذا أسلم يخاطب بالوفاء. نعم. أما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفاء بالنذر، لأنه ما يصح منه العبادة وهو كافر. نعم.